نحن وصلنا على منطقة اللقلوق لنعرفكن على بروجكت لقلوق 5058. هيدا المشروع رائع بمنطقة خلابة بلبنان، فهو بيبتعد 30 كيلومتر من مدينة جبال أو نص ساعة وسبع دقايق من بيستات التزلج بمنطقة اللقلوق. هو عبارة عن أربع بلوكات بتألف من عدة شاليات مساحتهم تتراوح بين 80 و200 متر مربع بالإضافة إلى تراساتهم وحدايق. حلو التملك بهيدا المشروع، فهو يعتبر هروب من صخب وتلوث وضجيج المدينة. تقسيم كل شاليه بهيدا المشروع بحسب المساحة، ممكن يكون غرفة نوم وحدة أو غرفتين نوم أو غرفتين نوم وحدة منهم ماستر، صالة، مطبخ، حمام، تراس مع بيرجولا. لقلوق كونتري كلوب مشروع الأحلام، بيقولوا هون السما قريبة، مناظر خلابة، الجو نظيف وهادي، خضار وجنينات محاطة بالمشروع. الستارتينج برايس 130 ألف دولار، أما للأجار 4500 دولار بالموسم. لقلوق كونتري كلوب برادي، ومن مواصفاته أنه ملبس حجر طبيعي ودبل وول. الأعمال الصحية أبي أكسسوار الكهرباء لو جران، بلاط الأرض سيراميك فيرست تشويس. الألومنيوم تكنال سيدم 2000 دوبل فيتراج. البويب خشب سنديان، خزانات المطابخ سنديان أيضا، شفاج مع إليمان، بحب أذكر أنه الشاليه اللي مساحته 200 متر مربع بيتضمن شومينيه.
سولار سيستم للشقق، خزان مي لكل شقه سعته 500 لتر، مولد كهرباء خاص، محطه تكرير، سويمينج بول هيتد على السولار سيستم. كل شاليه بيتضمن او روف او كاف، مواقف مأمنة، وكل الشاليات بيتضمنوا underground باركينجز.